نريد الحديث عن النشاه والظروف التي تعاونت على تشكيل موهبتك الادبيه ووعيك السياسي والله هو سؤال صعب ان يجيب الانسان ويتكلم عن نفسه ولكن للضروره قد يضطر احيانا ان يكشف بعض الجوانب فكما اشرت سيادتكم كانت النشأة في مصر لهجرة أهلي بعد الحركة الوطنية والغزو الإيطالي بعد أن أسهموا بمقدار كما أسهم أبناء ذلك الجيل ثم درست في كلية أصول الدين وكلية اللغة العربية وتخرجت وأسهمت بمقدار في تلك الآونة في الحركة الوطنية في مصر ثم عدت مع بشير السعداوي الزعيم الوطني قبل استقلال وحرية ليبيا أي في عهد الإدارة البريطانية أنذاك ثم أسهمنا بمقدار في الخطابة الخطابة السياسية والكتابة الصحفية في المقال والتحقيق العلمي وبعض الدراسات ولعل الدافع النفسي او الدافع الخفي القوي وهو البحث عن الشخصيه العربيه الاسلاميه لهذا المجتمع المجتمع الليبي العزيز الذي حاول الاستعمار وعصور الركود والجمود ان تقطع صلته بالحرف العربي والتاريخ الاسلامي العربي فرأيت من النضال الثقافي والفكري والادبي ان نكشف عن صفحات الله وان نضع بعض الحروف على بعض او نضع بعض النقاط على بعض الحروف محاولين ان نبعث الهمه في شباب ان هذا المجتمع هو عربي اسلامي وله ماضيه المشرف المشرق في مجال الكتابه ومجال التاليف ومجال الفقه والتاريخ الى غير ذلك لعل هذه الاسباب هي التي جعلت هذا النتاج المتواضع البسيط اليسير منوعا لا اريد تخصصا في مجال واحد لان الطريق كان طويلا والمجال كان واسعا. لنقف مفصلين بعض النقاط يا استاذ علي فيما يتعلق بالتاريخ الثقافي والفكري والادبي في ليبيا. هناك مناطق تكاد تكون مجهوله بالنسبه للباحث والدارس خارج ليبيا حتى لاهل البلد احيانا وحتى لاهل البلد أحياني. فيما يتعلق ببدايه الثقافه النهضويه نحن نعلم جميعا بان فكر النهضه قد ترعرع في مصر والشام لشك. عبر رموزه المعروفه طبيعي ما يسمى برواد او ما يسمى بالتنوير أو نعم حركه التنوير هذا نعم التعبير المعاصر نعم فيما لو اردنا ان نسحب هذا المصطلح على التجربه الليبيه انت درست وحققت لبعض الشعراء ودرست ايضا لصحفيين هو ابو قشه هاشم المكي تقصد نعم صحيح. وكذلك بن بن زكري مصطفى بن زكري مصطفى بن زكري الشاعر نعم, نعم الشاعر وكان نعم شاعرا رقيقا وكانت متقدمه بالنسبه لعصره وبيئته انذاك نعم لا شك لكن وجود الشعر في تلك الاونه في مطلع القرن العشرين واواخر القرن التاسع عشر له دلالته المعنويه والنفسيه والثقافيه نعم لا شك في ذلك. تسالني عن رموز حركه التنوير في المشرق العربي وفي مصر بالذات وفي بلاد الشام وصداها ولا اقول انعكاسها انا افضل كلمه صدى وتاثير. نعم. لا شك ان الازهر كان له تاثيره والزيتونه في تونس تونس والمغرب الاسلامي العربي بصفه عامه كان لهما لهذا المعدين كان التاثير فضلا عن صحافه التنوير يعني مصطفى كامل ومحمد فريد وعبد العزيز جويس وهؤلاء وامثالهم كان لذلك صدى لدى المثقفين والطلاب الذين عادوا في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين كان لهم التاثير سواء في الكتابه في المقال او البحث او القصيد أو الدراسات بمستواها وحجمها وإطارها نعم. نضع الأمور في نصابها نعم. لا نضع المقاييس المعاصرة فنظلم أنفسنا ونظلمه فالمقياس العلمي يقتضي أن نعرف المناخ البيئة مستوى القضية ولكل عصر قضيته نعم. فكانت القضية في عصر التنوير هو بعث الروح العربية الإسلامية في أواخر العهد العثماني ثم الصدام مع قوات الاستعمار والاحتلال والانتتاب الى غير ذلك سواء في المشرق العربي او في المغرب العربي ما من شخصيه ذات بعد علمي او ادبي او نضالي او فني الا وكان لها تاثيرها في ليبيا مثلا حركه مصطفى كامل كان لها تاثير كان هناك من يقرا من ابائنا واجدادنا اللواء لمصطفى كامل وهناك من يقرا المؤيد لعلي يوسف وهناك من اشترك في هذه الصحف وعندما حاولت ان اكشف جانبا من هذه الصفحات المغموره وجدت ثروه من الحقائق الجديرة بالدراسه كنصوص لتلك المرحله. ايضا في الشعر كان هناك تاثير لحافظ ولشوقي ولمطران ولكثير من شعراء تلك المرحله والكاظمي والرصافي نعم. العراقي الى اخره فهذا يدل على وحده ما اسميه الوجدان نعم. حبذا لو تمثلت لنا بنماذج ليبيه كثيرة أنت أشرت إلى الشاعر مصطفى بن ذكري نعم. وهناك شعراء آخرون حققت ديوان أحمد الشارف وهو كان شيخ الشعراء كما يطلق عليه في عصره كان له تأثير وتأثر تأثر بالتراث الإسلامي العربي وأيضا كان له صلة بشعر شوقي وأسهم أيضا في حفل التكريم الذي بويع فيه شوقي أميرا للشعراء وكانت القصيدة الوحيدة التي وصلت إلى أحمد شوقي من الشاعر القصيدة الوحيدة من شمال إفريقيا التي وصلت الى شوقي في ذلك الحفل. هذه دلالات على وحده الوجدان العربي وماذا تاثير الكلمه الصادقه التي لا تعرف حدودا ولا تعرف سدودا ولا تعرف جوازات مرور فتصل الكلمه من اقصى المشرق الى اقصى المغرب. جميل وماذا عن ابو قشه وجريدته في طرابلس وقصة هجرته إلى أندونيسيا هذا أيضا يمثل نموذجا من المناضل المغامر في مطلع شبابه يصدر جريدته في تونس ثم يضايقه الاستعمار الإيطالي الاستعمار الفرنسي أنذاك فيهاجر بجريدته إلى طرابلس ويجد في مدينة طرابلس مناخا ومجالا لمواصلة جريدته ذات الطابع الفكاهي الساخر الناقد الهادف المستهدف أبو قشة عندما يتأمل الإنسان في دور الصحافة والكلمة في تنمية الوعي لدى جماهير الشعب العربي يجد بعدا لهذا المناضل في جريدته الفكاهيه الساخره التي كانت امتدادا بشكل ما لصحف عبد الله النديم هنا يبدو تاثير المشرق العربي في صحافته لدى الشمال الافريقي كما اشرنا ولك كتاب ايضا عن صحافه ليبيا في نصف قرن وكان هذا الكتاب اصبح مرجعا لدارسي الصحافه العربيه المعاصره نريد هنا ان نتلمس من خلال هذا الكتاب تيارات الراي العام في ليبيا وقت دراستك لهذه الفتره كتاب صحافه ليبيا كما اشرت سيادتكم فعلا هو يعد من المصادر والمراجع في ذلك المجال لانني اعتمدت على صحف اصبحت نادره وغير موجوده في المتناول واكتشفت ان فن المقال بالذات فن المقال التحليلي وفن المقال المقارن وفن المقال الذي يحمل مضمونا الى درجه احيانا ان يكون طويلا له يتبع الى اخره الى اخره كان فيه احساس بوعي لانه كان يحمل قضيه قضيه الحريه قضيه الاقتصاد انذاك، قضية الصناعات، قضية التعليم، عديد فدراسة الصحافة في اي حقبة من الحقب وفي اي بلد من البلدان تاريخها هو كما اشرت منبع للمؤرخ ووثائق حية ناضجة يعني المحلل احيانا لا يقبل كل ما كتبت الصحف لان بعض الصحف احيانا لها عواطف او عوامل او مؤثرات نجدك نعم. بعد 1948 اي بعد الفتره او المحطه المصريه تنتقل او تعود الى بلادك ليبيا مرفوقا بالزعيم الوطني المعروف بشير السعداوي وهنالك وجدك الشعب الليبي تصدح بنبره معارضه آه قالت ك... للإدارة الاستعمارية قبل الاستقلال العربية نعم آه فعلا آه تلك مرحلة العودة إلى الوطن العزيز ومعانقة قضيته وأنت أشرت إلى رجل آه في تاريخنا المعاصر اعتبره امتدادا لمدرسه مصطفى كامل. لنقف عند بشير السعداوي هذا رحمه الرجل الله. الذي وجدناه ايضا يذهب الى المملكه العربيه السعوديه في جمله بعض الوطنيين العرب الذين التفوا حول الملك عبد العزيز لا شك واصبح و... مستشارا له والفارس الفارس عبد العزيز كان له حدث ويعرف الرجال ويقدر الرجال وكان كريما وشهما فوجد بشير السعداوي لدى الملك عبد العزيز رحمه الله رحابة وكرما وكان أحد مستشاريه هو خالد القرغني وعدد من المثقفين العرب نعم. هذه مرحلة مهمة في تاريخ الأمة العربية فبشير السعداوي كان مهاجرا مهاجرا في بلاد الشام في دمشق كان زميلا لشكر القوتلي ورضا الصلح واولئك الرجال الذين اسهموا في تاريخ المرحله ووجد عند الملك عبد العزيز رحمه الله كرما وكان احد مستشاريه كما اشرنا واستاذن منه في ان يعود الى وطنه ليبيا لانها كانت قضيه تتارجح في المجال السياسي في اروقه هيئه الامم هل تعود ليبيا الى الاستعمار الايطالي هل تكون تحت الوصايه الدوليه هل تكون هناك حكومه في برقه وتنفصل عن طرابلس هل كانت مساومه بين الدول المتصارعه فكان الخط الوطني والحس الشعبي هو المطالبه بالحريه والاستقلال والوحده، اعني وحده الشعب الليبي. كانت تلك هي القضيه الام انذاك بالنسبه الى تلك المرحله. كانت القضيه الساخنه. كان المستعمرون يخططون لجعلها منطقه نفوس، فكان بشير السعداوي النبض الوطني المعبر عن احاسيس الشعب في تلك المرحله، الحريه، الوحدة الاستقلال حدثنا عن قصة لقائك بالملك عبد العزيز حيث رتب لك بشير السعداوي هذا اللقاء أنا رأيته في الرياض وحضرت أحد المجالس الطيبة التي كان يستمع فيها إلى درس من الدروس الدينية أظن في علم التفسير ويقرأ له عبد الله بالخير مصه الله بالخير نشرة الأخبار ويستمع إلى الأخبار العالمية وكان خيرة الناس في ذلك المجلس الذي هو يمثل صورة من صور مجالس الفرسان وفيه العلماء والأفاضل كان لقاء طيبا وكنت شابا متحمسا أنذاك في أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات تقريبا واحد وخمسين في الرياض ومكثت فيها أياما مع بشير السعداوي الذي كان مستشارا له ولا ننكر في التاريخ السياسي فضل عبد العزيز على القضايا العربيه بكل صدق وموضوعيه وتجرد بعد ذلك نجدك في ليبيا تصول وتجول مؤلفا وكاتبا وصحفيا ومعارضا حيث دخلت البرلمان بعد الاستقلال طبيعي طبعا بارك الله في الذين وقفوا معي وايدوني في تلك المرحله رغم تلك الظروف كنت تمثل ف... المؤتمر الوطني بعد ذلك؟ لا المؤتمر قضي عليه في تلك الاونه بعد ان زيفوا الانتخابات او الانتخابات في الخمسينات واخرج بشير السعداوي من ليبيا من طرف نظام انذاك وعاد الى الهجره مره اخرى مرغما و راى الشعب بارك الله في الاخوه الذين سندوني في تلك الفتره واصبحت نائبا في البرلمان اربع سنوات ونيف وحاول الانسان ان يؤدي دوره بما يستطيع واعفني من ان اتحدث عن دوري دور الناس كان دورا طيبا استاذ علي نلحظ ان اهتمامك يتنوع بين دراسه الادبيه والتحقيق التاريخي وكتابه القصه أه كيف استطعت ان تلم بمجموع هذه الفنون التي يحتاج كل منها الى موهبه فهل انت مجموعه مواهب في جسد واحد لا استطيع ان اقول هذا انا حاولت ان اكتب المقال لان الظرف يقتضي المقال السياسي أو الخطابة أو المحاضرة أو الدراسة القصة مجال خصب للكتابة القصة والرواية في عصرنا تحمل كثيرا من المضامين وأساليبها متعددة القصة الساخرة والقصة الفكاهية والقصة الطويلة والقصة القصيرة والقصة الومضة في الطائر الجريح وإلى غير ذلك فالقصة إحساسٌ فني أو إبداعٌ فني لا أستطيع أن أبتعد عنه، كلما حاولت أن أبتعد عنه إلى مجالات أخرى أجد نفسي راغباً في العودة إلى هذا المجال، فقدمت هذه المجموعات طبعاً. كيف ينظر النقاد الجدد إلى نصوصك القصصية؟ هل يتهمك البعض بتقليدية الأسلوب مثلاً؟ قضية المبدع، دعنا نتكلم على قضية بدون شخصي أنا، لكن نقول أن النقاد والمبدعون، الصراع بين الناقد والمبدع. المبدع تدفعه أحاسيس داخلية إلى أن يعطي شيئا، أن يرسم شيئا، أن يصور شيئا، أن يعبر عن شيء. تلك اللحظة ليست ملكا له يعني لا يستطيع أن يقول أريد أن أكتب قصة أريد أن أكتب رواية ويجلس كما يخطط المهندس يريد أن يصنع بناء يريد أن يصنع شيئاً أو الصانع يريد أن يصنع كذا قطعة لا. هو إحساس مدفوع بدوافع داخلية لا يستطيع أن يتملكها بل هي التي تتملكه كالشاعر لا يستطيع أن يقول أنا في أسبوع سأقول قصيدة قد يمكث سنين لا يقول شيء وقد تأديه التدفقات الداخليه العاطفيه الوجدانيه فيتدفق ويسيل العطاء لديه كذلك القصاص القصه نوع من الابداع الفني الذي لا يخضع لمقاييس معينه والا لاستطعنا ان نجعل من هذا الفصل قصاصين ومن هذا الفصل شعراء ومن هذا الفصل عمل ذاتي فياتي الناقد ويقول لا هذا كان يجب ان يقول كذا هذه النهايه يجب ان تكون كذا هذا شيء يضايق المبدع الفنان ولهذا الصراع بين النقاد مع احترامي لهم وقد يكون بعضهم من اهل العلم والفضل وبعضهم لا يعجبه العجب ولا الصيام في الرجب لو اتيت له بعملاق من القصه او الروايه سيجد فيها جانبا من الجوانب فتسليط النقاد الاضواء على الاخطاء او الجوانب السلبيه لدى المبدع عمل حقيقه يضايق وقد يبتعد عن الاسلوب العلمي احيانا ولهذا تسالني يعني ما شعورك ازاء النقاد عندما يقولون هذه قصه مباشره مثلا او هذه قصه لا تخضع لمقاييس ويضع لك موازين على كيفهم سمحهم الله فليقولوا ما يقولوا علي نحط القوافي من مقاطعها هذه السطرة تدل على إحساس المبدع والشاعر بقطع النظر ما مجالها في ميدان النقد هذا شيء آخر المبدع عندما يعطي ما يحس به لا يهمه وزن النقد أستاذ علي لو أردنا منك أن تتحدث لنا عن التجربة الثقافية في ليبيا ومدى انفتاحها على مجمل تيارات الفكر والثقافة والادب في العالم العربي ماذا يقول القارئ العربي احيانا كانه يشعر بأن هذه التجربة منغلقة على نفسها لا ليست منغلقة إنما أستطيع أن أقول أنها غير معروفة لدى كثير من الصحفيين والدارسين، ولعل مثل هذه اللقاءات تسلط جوانب من الضوء، فا أو نستطيع أن نقول أن التجربة تجربة الحركة الثقافية والأدبية والفنية في ليبيا تجربة خصبة ومعطاءة ومرتبطة بالمشرق العربي والمغرب العربي ولكن بعض من الكتاب والصحفيين يقفزون كثير من القفزات يكتبون عن اقطار نحبها وعن جيراننا نحبهم وعن اخواننا نحبهم لكن يتجاوزون ليبيا لا يعرفون عنها شيء من الناحيه التقصير من جانبين لا اضع العبء عليكم ولا اضع العبء علينا نحن وأنتم مقصرون في هذا الجانب لاحظ بأن الجناح الليبي في معارض الكتب العربية دائما ما تفتقر إلى عروض هذه المؤلفات الليبية لماذا؟ سلوا اتحاد الناشرين العرب يجب أن يودي دورة مع احترام لهم سلوا قوانين المطبوعات في الوطن العربي قاطبة ولا أعني نظاما معينا أحكي عن الوضع الكتابي في ال... في البلاد العربية قاطبة ما زال في حاجة ولماذا لا نسأل الثقاف والإعلام في بلادكم ليبيا أيضاً؟, أيضا أنا أقول لك لا أعني بلدا واحدا التقصير في التعريف بالكتاب تسهم فيه ليبيا وأنتم ونحن وكل البلاد العربية مسهمة في عدم التعريف بالكتاب بل بالعكس القاري الليبي يعرف كل نتاج الأمة العربية لو أردنا منك الخاص لو أردنا منك باختصار أن لكن الكتاب الليبي غير معروف والكاتب الليبي غير معروف في المنطقة العربية هذه قضية يعني ممكن علاجها ليست خطيرة وليس من العيب أن نتحدث فيها أو نتلعثم أو نجامل بعضنا بعضا أو نتقوف من الحديث فيها بالعكس يجب أن تطرح أستاذ علي شكرا لك بارك الله فيك وشكرا